اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. خلونا نتفلسف شوي هلا في البرمجه. راح لعبها هلا. الفكره انه بجافا كيف بدنا نعملها بتشبه لغات السكريبت شوي. احنا بنعرف لغات السكريبت شوي دايناميك، الداتا بتدخل على الفانكشنز وعلى هذا، بدك تحدد النوع. احنا هلا بدنا نعملها شوي دايناميك شوي، اوكي، نقربها قد ما فينا. فهاي الفلسفه اللي عم نفوت فيها، تمام؟ هاي الفزلكات اللي راح نعملها. بحب هيك اعمل شغلات، انا ما بعرف ليش. اوكي، اللي عملناه شوفوا. بس انت دائما عندي خاصه مع الواجهات الرسوميه. شوف، هذا بس شغل هذا البرنامج اللي كنا من كم يوم عملناه، اوكي، وحكينا عنه. راح اعمل رن له هذا برنامج. اوكي، عملنا حسابات مهندس كهرباء. انت ما عليكم شو الموضوع، انت عليكم الواجهه. واجهه مشكله دائما انت بتدخل هون النص، اوكي، واذا كانه رقم بدك تحاول تعرف شو بدك تساوي، وتصير تتفادى انه رقم ولا مش رقم، عرفت كيف؟ وممكن يعمل لك كراش على شغلات، لانه انت مثلا عم تجمع وعم تضرب هذا، واللي دخلت اللي مثلا احرف، وهو المفروض يدخل رقم، عرفت شو القصد؟ ف يعني اذا عملت هيك مثلا، تمام، تيجي بدك هذا، ماشي، بتطلع فوق بس النتيجه، شايف انه ظبط هذا، عرفت كيف؟ فهو لانه مش رقم، لازم يكون رقم، عرفت كيف؟ هلا تمام. هلا شو بدنا نعمل؟ نحن بدنا نعمل نقرب الكلام انه بالفانكشنز جوا بقلب الكود يبينوا كانك عم تتصرف مثل لغات السكريبت. لغات السكريبت، اوكي، شو بصير فيها؟ انه لو دخلت نص مرات، اوكي، لو دخلت سترينج وهي رقم بحسب لك يا رقم، بس اذا دخلت انت كلام حرب خبطائي بحط لك يا صفر، تمام؟ فهذه كل القصة. هلا بناء على هذا الموضوع نعمل شيء شبهه بجافا، اوكي، نفهمكم كيف بتنعمل. هلا انا راح نعمل فانك، نعمل كلاس اسمها كومن ميثودز، اوكي، لا اي كومن ميثودز، وهي الكومن ميثودز الكلاس ستاتيك فانكشن فيها اسمه از ديسيمال، بشوف الرقم، بشوف اذا داخل هو رقم فعلا. هلا ممكن واحد يقول لي انه في بجافا ازناد وما بعرف شو، انا بدي اعملها بطريقتي، اوكي، عم فاجئكم كيف بالتفصيل ممكن تتاكد انه فعلا اللي داخل هو رقم. حنستعمل ريجولر اكسبريشنز، اوكي، لما تستعمل هاي از بلانك، يعني شوف اذا حتى لو في، لو الفراغ مطبوع فيه هيك فراغ، يعني هذا اي فراغ فيه هون، اي مكان، هلا هي هيك فاضيه، هلا ممكن واحد يدخلها هيك وبس، بس هذا فراغ من هون لهون، هذا كلمه، هذا احرف فاضيه، فطالما في احرف فاضيه، اوكي، او وهي قدام عينك فاضية، يعني بالشوفه فاضية، يعني انت بتستعملها هيك، انت حاطط حروف وعارف بينك وبين حالك انه في، انه واصل الاشاره بالنص، بس هي بتعتبر فاضي بالنسبه لك، انه حتى لو في احرف فراغ نازله. او كمان اذا ما يعني ما بتتلاقى مع هاي الريج اكس، هاي الريج اكس كلها، هاي التعبير النمطي هذا بتعريف الرقم الفواصل، تمام، خلاص شو هون بدكم اياها على المكبر اكثر شيء، تمام. هلا هون حتى لو كانك كتبت الرقم، لو اجيت انت قلت لك الرقم 1.7 اي او اي مثلا ناقص 8، اوكي، يعني هذا في 1.7 ضرب 10، هي معناها كانك عم تكتب الاي ناقص 8، هاي ضرب 10 اس ناقص 8، تمام، اس ناقص 8، اوكي، يعني هيك انه صفر وفاصله و8 اصفار او 8 7 اصفار وبعدين واحد، هاي معناها هيك 7 اصفار وبعدين واحد، اوكي، يعني هيك. فانت بتصير 0.0000 هذا اللي صار، هذا 3، اوكي، هاي صاروا 5 6 7، هذا واحد، هاي هي هاي تمام، وضربها بهي، تمام. فيعني بعد انت بتصير كانك 17 وزد له صفر، تمام، بعد تقريبا هي هيك. على كل هلا، فحتى لو كان الرقم مكتوب بالفورما،
الفورمة هاي او هيك او هيك، تمام عفوا، او بس ايه لازم يكون وراها رقم، مش معقول بلا رقم يعني ما بينحسبش، بتحطه لناقص كيف يعني، لو بدك حرف ناقص تحطه، لو بدكش تحطوش بس لازم يكون في مثلا، حتى هون المفروض مش صفر تكون اصلا، لازم الواحد هي عم نراجعها هلا، انا ما معقول تحط صفر على الفاضي، تمام شو بدك فيه، بس خلص مش مشكلة، هو بيحسبها الكمبيوتر على كيفه، اذا الكمبيوتر حسبها حسبها، تمام هلا. المهم هي واحد يعني 10 شو اسمه يعني بتصير كانك 17، بس عملتها اي واحد يعني قصدك 17، تمام لانه 10 اس 1 يعني. على كل فاذا حطينا 9 او شيء هيك كله بيمشي الحال، تمام، وقد ما بدك ارقام، قد ما بدك هيك ارقام، وقد ما بدك هون والاي قد ما بدك في قد ما بدك ورا منها، اوكي، وال وفي نقطة لازم تمرق نقطة مرة واحدة، اوكي هيدي، تمام هيدي محل النقطة، هيدي محل النقطة إذا موجودة ولا مش موجودة، تمام هيدي هون بتبلش إنه لازم في رقم، اوكي، وبعدين شو يا سيدي، وبعدين قد ما بدك أرقام بعد بعد الفاصلة، اوكي بس هاي يا بتكون موجودة يا ما بتكون موجودة كلها على بعض، تمام. وشو اسمه هلا في عنا هون شغلة بسيطة انه بلكي نزل حط صفار وبعدين حط هيدي اذا حطلها اي ولا ما حطلهاش اي، يعني في شغلة يعني، بس انه ماشي الحال، هذا بمثل الارقام على انواعها يعني، اوكي. فانت هلا اللي داخل كسترينج بتتعاطى معه، فهمتني كيف؟ حتتعاطى معه كانه كل شيء بيدخل كسترينج بيدخل، تمام. هلا انت يا بتعمل انه الاسدسيمال بتخليها ترجع لك فولس انه عم تتاكد اذا هذا رام داخل ولا هذا، او شو بتعمل اذا كان مش شو اسمه بتقول له الريتيرن تبعته، يا بترجع الرقم اللي يكون تعمل له، خلينا نفتح فايل ناخذ الكلاس هيك اللي على جنب، بس هي هاي ما فيش فيها شيء كثير يعني، فيش فيها شيء كثير، تمام. فبتصير هاي بيست، تمام، خلينا التولز على الهايلايتنج، tools highlighting highlighting okay adjust sources java ما java ونصغر شوي الفونت، تمام هيدي اوكي. يعني هلا لو بدي هاي بدل الفولس اللي هون فيني ببساطة ارجع شو هون قصدي، وخليها مش بوليان، خليها دبل بس على الفانكشن، واقول له return to double pass double pass، اوكي، وبتحط ال input، تمام، وهون مش return false بس ترجع زيرو الزيرو، تمام هيك ترجع زي ما زيرو، اوكي اذا مش تمام. هلا عشان ضلك انت كل الوقت تتعاطى معها كسترينجز، عرفت شو يفضل هاي، اوكي تيجي شو اسمه فيك اذا بدك ترجع كسترينجز زي ما هي، يعني القصد انه التلاعب اللي رح نعمله او اللي عم نعمله انه خلي كل شيء سترينج، يفوت سترينجز على الفانكشن ورجع كل شيء على سترينجز. هلا ليش عم بعمل كل هذا في النهايه؟ اوكي على الواجهه الرسوميه انت ما عادش بتصير تفكر انه هاي دخلت هيك وهاي ما دخلت هيك، خلاص تطلع تنطبع يعني. مثلا انت هون شوف كيف طلع هون هاي الحساب، تمام، هيدي الاشاره هون عم تنطبع النتيجه دغري جاي من التحويل يعني طلع. بتكون فانكشن معين صغير كتبناه ليحسب الفوليوم، اوكي وين بقلب البرنامج وين الفوليوم، شوفوا انا هذا الفانكشن عشان اخليكم اياه على جنب، اوكي، وعشان انه على وعسى دخل ارقام ضخمه بندخل بيج ديسيمال كمان، مكتبه البيج ديسيمال، تمام
اوكي شوف هون اوكي عندي خزانه انكلوجر يعني خزانه الى حجم اوكي خزانه الكهرباء فلاحظ كيف شوف هون اوكي عم نشوف انه اذا اي وحده من هدول الادخالات انا بالاول يعني اوكي اذا اي وحده مش ديسيمال اوكي فبقول له رجع رساله الخطا رساله الخطا دغري بطبعها زي ما هي على على الجي ليبل هون اوكي هون عم بطرح هاي اي شيء شبه هون هون تحت النتائج عم تطلع بهذا العمود عم بيطلع النتائج او الخيارات حسب كيف كل وحده هيدي هون دائما الكي 1 نات عم بيطلع فيها وما في كي 1 اوكي اذا كان بدها تنطبع نتيجه مثل هون مطرح هون مثل هون مثل هون ولا شيء دغري دغري بختمها على هذا لانه هذا تكست ليبل هذه لزقه ملصق على الشاشه عرفت شو ف انه هاي بس مطرح للطباعه زي ما هي فانت رجعهم دغري كل سترينجز من الاول احسب ورجع كل شيء سترينج من الاول اوكي وما عليك هيك بالاخر الفلسفه اللي عم تصير انك مثل ما حكينا كل شيء عم تحول لسترينجز تطلع بتدخل سترينج بتتعاطى مع سترينج بترجع سترينج بتاخذ من فانكشن تروح هذا كل شيء بتتعاطى معك سترينجز فانت بالتالي بتتخلص من يعني بس تخلص البرمجيه تبعيه البرمجه تبعيه كل فانكشن وعاملهم بهالطريقه بتكون خلصت من قصه الانواع على قد ما بتقدر وخاصه مطارح الواجهه يعني انت بصير بتقدر تفصل الواجهه الرسوميه كمان بالتكويت تبعك عن الفانكشنز الاساسيات يعني مثلا هذا الفانكشن تبع حساب الفوليوم بدي اياه حساب الحجم تبع الخزانه اوكي عندي له في حاجه انا ما بدي اياكم عم بقول لكم ما لكم هذا تغرقوا نفسكم بامور الكهرباء انا حتى ما ليش فيها كثير بس انا مطلوب مني هلا الفكره انه بس الحجم اي واحد منا بيعرف كيف يحسب حجم اي شغله بطول بعرض بارتفاع اوكي بسيطه هاي مش هيك جبت لكم اياها حطيت لكم اياها فهيك النتيجه شايف كيف هون بيطلع سترينج ومدخل ومرجع كل شيء حتى هون انه اذا انت خايف يطلع الرقم كتير عريض كتير كتير عريض حطه على بيج ديزيمال وخلص اوكي واطبعه على الطرفيه اطبعه بس لما تروح انت عند الواجهه شوف كيف الواجهه شو بتصير هلا طلع قديش هون كلها هاي تعريف 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 من كتر ما في زرار بهي تمام كل ما في زرار هذي شوف عندهم كل وحده تمام ولا تحت بعد فيه اوكي البانل هيدا هيدي اللوحه اللي هون كثير فيها شغلات كلهم مرتبطين ببعض تمام ليخلص النتيجه اوكي بدهم هو بلده بالاخر الشاب المهندس انه كل شيء كيات كي 1 كي 2 لحد الكي 8 ينضربوا ببعض هو كلهم قلن شروطهم يعني حتى ينحسبوا فمشان هيك تطول وبضيع الواحد شو حاسب هو بس بده يعبي الفورمه وخلاص اوكي وهذا اللي انا دائما شدد عليه انه فاكرين انه البرمجه للمهندسين شغله سهله عنده الاستمارات بس تصير طويله وصعبه ما تعد تتبع اوكي مشان هيك البرامج كثير بفيدهم تمام خلينا نفرجوهم هذول جماعه برامج المحاسبه شو بيعملوا اوكي هاي شو اللي عم تمسخر عليكم بس الصراحه انا دائما مش هذيك البرامج الصعبه لانه بتعرف قاعد بيانات بتعرض على الشاشه كلها شافت تحس بحسبتين صغار وخلصنا تمام طلع انت كيف المهندس قاعد قديش بعبي داتا اوكي ليطلع بالاخر برقم واحد وهو هذا بيفرع عليه بالتصميم اوكي فمشان هيك بصير تلاقي الامور صعبه اوكي هلا لاحظ كيف هون هذا كله جايب ليبل جايب ليبل كله هذا كلياته هذا الزهري لحد هون كلياته بس تعريف للازرار وبتنزل في الاخر شايف كيف كل ما نحسب شغله طلع هون هاي حسبت الكي 1 هاي مرجعه على سترينج اوكي الشغلات اللي هي فينا ناخذها دغري كرقم باخذها كرقم زي ما هي اوكي مش ضروري اعملها سترينج وهيك بس انا انه مثل ما حكينا انه عم نحاول خفف من انه التحويل الزايد اللي لازمه اوكي وهي شايف كيف وهون بس يعني هون بالاخر اذا ما طلع رقم النتيجه يعني النتيجه ما عم برجعها انا ممكن تكون رساله خطا فهيك رساله خطا دغري بطبعها على وين على الجاليب بتاعها شايف كيف هون مثلا هيدي النتيجه تبعت كي 1 اوكي ممكن تكون فيها خطا بالحساب يعني زي تطلع لك مثلا زي هون تمام يطلع زي هي الكي 1 تطلع لك هيك طب هذا مش رقم هون هذا نص فهو اذا كان طلعت النتيجه انت بتطلع يعني كيف بدك بتطلع النتيجه شو اسمه string
وبتطبعها وبتوقف الكود خلص، مش ضروري تكمل، مش ضروري تكمل بالحسابات، تمام؟ خلص وقفها. فمش هيك بوقف بقول هذا مش دسمال وبطلع، وبعدين اذا بدي اكمل بالخطوه اللي بعدها بالحساب خلص بروح محولها دغري، تمام؟ دغري دغري دغري، ما بحط الس واف وهيك على شو. يعني بس عملت الالس والاف وخلص بطلع، ما هو الزر اللي كبس اوكي عم بطلب هذا الفانكشن كله تبع الحسابات وماخذ الاستماره واحده ورا الثانيه ورا بعض. شو المهم، فشايفين كيف احنا عملنا الفلسفه تبعتنا انه احنا خففنا كتير بالواجهه. يعني اذا طلع هون زر هذه كل الفانكشن بس عشان زر الواجهه اوكي، شايف شو صغيره، بس اذا تطلع انت الاساس ترجع هذا الفايل شوف شو طويل، يعني قديش كل الفانكشنز كل هذا كل الشغل، تمام؟ شايف قديش عندنا 300 سطر. طبعا مع اذا بتشيل سطور الفراغات وهذا بيطلع اقل شوي، بس يعني اوكي 300-350 سطر هيك. انا بدي اقدرهم بدون فراغ بدون فراغات بالكلمات الزايده، يعني مثل هذا ماخذ سطر على الفاضي بس عشان ترتيب الكود. فانت تطلع هيك اوكي انه نسبة لهول صار في فصل بين الواجهة كتير بمطارح كتير، عرفت شو؟ وسهولة الحساب تبعك اوكي. يعني فان شاء الله يكون شو اسمه عجبكم هذا الفيديو اوكي، وكيف انك تصير تتعاطى مع الادخالات وتصير تطبعهم دغري كهن نفس، يعني انت ما عادش تفرق معك انه هو رقم ولا هو نص، خلاص اطبع الرقم اعتبره نص وخلاص حوله دغري واطبعه وخليه يطلع الواجهة الرسومية دغري. فمشان هيك عم اقول لك انت صرت عم تتعاطى مع جافا وواجهات رسوميه بشكل عام، كانك عم تستعمل لغات سكريبت وكانك عم تعمل انت واجهه ويب حتى، تمام؟ يعني بتعرف عم بالويب ما بنعملش ما بناخذش كثير بنحكي الهم كثير هذه الشغله. يلا بنشوفكم شباب، رجاء نحن كل سبت واربعاء عندنا بث حي، اللي بحب يحضرنا اهلا وسهلا فيه، اوكي؟ حاب تسال اي شيء بالبث الحي كل سبت واربعاء بالليل مساء، عادة بعد الساعة 8 توقيت بيروت بكون في عنا بث حي، تمام؟ اشترك بالقناة عشان تلحق البث الحي. سلام.